مشاكل في كل مكان. برحب بيكم في حلقه جديده وموضوع جديد من حلقات برنامج عياده الصحه. كتير من السيدات بتعاني من ما يسمى بالاجهاض المتكرر. الاجهاض المتكرر انه ممكن السيده تفقد الحمل او الجنين في الثلاث شهور الاولى من الحمل. ده طبعا بعيدا عن انه له اسباب كتيره ممكن ان هي تتفاداها باللجوء للمتخصصين في هذا المجال، بيسبب بعض الالام النفسيه، وفي بعض الاحيان ممكن السيده تقول انا حصل لي اجهاض متكرر مره واثنين وثلاثه وما تعرفش ايه السبب لهذا الاجهاض. طيب النهارده هنتكلم عن الاجهاض المتكرر، الاسباب والعلاج، وايه ابرز الاسباب اللي ممكن تؤدي الى الاجهاض المتكرر. عشان نتكلم في هذا الموضوع تعالوا نرحب بالدكتور عصام شعير، اخصائي امراض النساء والعقم والمناظير والحقن المجريه. دكتور عصام برحب بيك. اهلا بحضرتك، منورنا. متشكر جدا ومتشكر على الاستضافه الكريمه دي، وتحياتي للمشاهدين الكرام، مشاهدين القناه ومشاهدين البرنامج. دكتور عصام، في البدايه كده قبل ما نبدا الحلقه بتاعتنا، يعني دايما الكثير من السيدات لما بيحصل لها الاجهاض المتكرر بيحصل حمل تاني، ما حصلش نصيب اصله، مش عارف ايه، وما بيلجأوش او ما بيبقاش عارفين ايه الاسباب اللي سببت الاجهاض اصلا. تمام، بس بدايه قبل ما اتكلم في الموضوع ده، بس انا استغل الظروف واستضافت مع حضرتك في البرنامج ان انا اوجه تحيه وتقدير وعرفان بالجميل لكل زملائي في الاطقم الطبيه اللي بيضحوا بوقتهم وجهدهم والضغط النفسي اللي عليهم. شكرا ليهم، وبفتخر ان انا جزء منكم، وربنا يعدي الأزمة دي على خير إن شاء الله ويعافينا جميعا بإذن الله. بشكركم جميعا يا دكتور عصام، وإن شاء الله بإذن الله يعني ربنا يجعلكم سند دايما لي وقوف جنب الناس، وبتنتظروا في النهاية يعني جزائكم عند ربنا بعيدا عن المجاملات والمقولات والتصريحات إلى ما إلى ذلك. يعني دكتور عصام، الإجهاض المتكرر، طيب مصطلح بنسمعه كتير. مبدئيا هو الإجهاض المتكرر كده تعريفه طبيا بالنسبة لنا ان هو الحاله اللي بيحصل معاها اجهاض مرتين او اكتر، سواء في اول 3 شهور في الحمل وده في الغالب، او اللي بعد كده. يعني دي بتبقى بصراحه هي ماساه، لان يعني ان انت الست يبقى في امل وحمل بيتكون، او تعمل اختبار حمل وتلاقي اختبار الحمل بتاعها ايجابي، وبعد كده ربنا ما ياذنش والحمل ما يكملش. فان انت تدي الامل لحد، سواء بقى اللي هو كان عندهم تاخر انجاب وبعد كده ترجع الامل ده ما يكملش معاهم، بتبقى بصراحه يعني ازمه نفسيه جدا عليهم يعني. فبشكل مبدئي كده الاجهاض المتكرر ده ممكن نقسمه يعني ايه لثلاث اسباب كبار. في جزء كبير جدا منه غير مسبب، حاجه اسمها اجهاض متكرر غير معلوم السبب، وده احنا ما بنقدرش نعمل معاه حاجه، وبيبقى بس احنا ببلغ الزوجين ان احنا التحاليل بتاعتنا كويسه والفحوصات الطبيه بتاعتنا كلها كويسه، وننتظر ربنا يأذن بحمل طبيعي ويكمل يعني. وفي جزء تاني وده برضو نسبته مش صغيره، اكتر من 40 ل 45%، ان هو نتيجه خلل جيني في الجنين اللي اتكون. فده بيبقى من رحمه ربنا سبحانه وتعالى ان هو الجنين ده ما يكملش بعيوب خلقيه، ما يكملش بمأساه في الحمل نفسه، ما يكملش بعد كده ويبقى في مأساه في حياه الجنين نفسه يعني. فمن رحمه ربنا سبحانه وتعالى ان هو ما يكملش من الاول. نيجي بقى في اسباب تانيه احنا ممكن بنلمسها بفحوصات معينه والكشف الطبي بتاعنا يعني. الأسباب دي ممكن نقسمها لأسباب تشريحية، خلل في الهرمونات، مشاكل في الجينات عند الزوجين. إيه بقى الفحوصات، أو إيه أبرز الفحوصات اللي ممكن تتعمل عشان الناس تتفادى حدوث الإجهاض المتكرر؟ طيب، هو مبدئيا بس عشان الموضوع ده بيتسيل كتير جدا، مش معنى إن هو حصل لك إجهاض مرة إن أنت تروحي للدكتور وتطلبي منه الليستة الكاملة للفحوصات كلها بتاعت الإجهاض المتكرر، لأن هي أولا مكلفة جدا، ثانيا تضيع وقت، لأن مش كل حالة حصل لها إجهاض مرة إن هو لازم شرط يحصل معها كده. فإحنا ما بنتجهش إن إحنا نفحص الفحص الكامل ولا التحاليل الكاملة دي، غير لو زي ما قلت لحضرتك كده إن هو حصل إجهاض مرتين أو أكتر. التحاليل بتاعتنا بتشمل طبعا تحاليل دم، أجسام مضادة، في أنواع معينة من الفيروسات، عوامل تجلط، طبعا بنعمل فحص جينات، حاجه اسمها كروموزومال ستادي للزوجين، وطبعا السونار بتاعنا يعني لازم نحفظ ان يبقى في فحص بالسونار، نطمن على الرحم التكوين بتاعه وما فيش فيه اي عيوب خلقيه، مشاكل تشريحيه. كويس. بس معظم السيدات عندها ورم ليفي. الورم الليفي ده يعني حميد، ممكن ما ياثرش على حاجات كتيره بالنسبه لها، ممكن تفضل فتره كبيره ما تعملوش. هل الورم الليفي ممكن يبقى من ضمن الاسباب اللي تؤدي الى الاجهاض المتكرر؟ طبعا. بص، هو ده من ضمن الكاتيجوري اللي احنا مسمينها كده، ان هو في مشاكل تشريحيه في الرحم. طيب عشان نرجع بس للتقسيمه بتاعتنا تانية. طيب قبل ما نرجع للتقسيمه هناخد مدام ندى. مدام ندى اهلا بيك.
ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام، وعليكم اهلا بيك، السلام. اتفضلي. لو سمحت يا دكتور، انا متجوز. مدام ندى صوتك مش واضح. انا متجوز بقالي 5 سنين. متجوزه بقالك 5 سنين. يا مدام ندى استاذنك تكلميني من مكان تكون الشبكه فيه كويسه عشان نقدر نسمعك كويس. طيب احنا ممكن نرجع للتقسيمه بتاعتنا كده علشان يبقى الكلام واضح بالنسبه للمشاهدين. ان هو لما يعني الاسباب اللي ممكن نلمسها ونحاول نعالجها في الاجهاض المتكرر، زي ما قلت لحضرتك كده، ان هو في خلل في الهرمونات. خلل في الهرمونات ده بيبقى مثلا ممكن في مشاكل في الغده الدرقيه، دي بتسبب معانا طبعا اجهاض متكرر، ودي حاجه سهل يعني سهل معالجتها ومتابعتها سواء مع دكتور النساء او دكتور متخصص في الامراض الغدد. لو في المريضه دي بتعاني من مرض سكر والسكر بتاعها مش متظبط بقاله فتره، ده برضو بيسبب. وفي حاجه كومن جدا ومشهوره وموجوده عند السيدات كتير، حاجه اسمها متلازمه تكيسات المبايض. دي من الحاجات اللي موجوده وبنلمسها ونشوف عند سيدات كتير. بعض الناس بتحمل عليها جدا وبتكمل حمل عليها وما بتلحظهاش وما بتعرفش ان هي عندها تكيسات. طب قبل ما نكمل النقطه دي ناخد مدام ندى عشان رجعت لنا تاني. مدام ندى اهلا بيكي. انا متجوزه لي 5 سنين واجهضت 3 مرات. يعني انا حملت في بدايه الجواز، حملت يعني من غير علاج او حاجه من اول شهرين في الجواز. الحمل بعد ما دخل النبض للجنين باسبوعين نزل وعملت تفريغ. بعد كده قعدت 2 سنين ما فيش حمل. رحت عملت اشعه بالصبغه وراح بعديها خطا الحمل، بس ما دخلوش النبض، كان ضعيف. برضو عملت تفريغ ونزل. وبعدين قعدت 2 سنين برضو ما فيش حمل. عملت منظار بطن ورحم، الدكتور قال لي عندك تكيسات. فحملت بعد المنظار بسنة. الحمل استمر 4 شهور، وفي نص الشهر الرابع حصل اشتر في جيب المية. الدكتور كان متابع ما بيديني علاج التهابات. فأنا عايزة أسأل الدكتور دلوقتي، بالنسبة هل ممكن مكونات الجسم تكون رجعت لطبيعتها؟ هل إيه؟ مدام ندى حضرتك أيوه. بتقولي هل إيه؟ ممكن هرمونات الجسم يعني بعد الحمل والسقط الاخير ده لسنه ل 4 شهور. صحيح، هرمونات الجسم يعني ممكن تبقى سبب يعني. انا هحتاج منشطات، انا عندي يعني البطن والاكتاف. عندك ايه يا مدام ندى؟ يا مدام ندى طيب قطع الاتصال مع مدام ندى. هو واضح يعني هو بشكل عام كده، بس لان كان في تفاصيل محتاجه اسالها عليها، بس هو بشكل عام هي. طيب يا مدام ندى لو تقدري ترجعي لنا مره ثانيه، ارجعي لنا ناخد من حضرتك باقي التفاصيل عشان نرد عليكي. انما بشكل عام هي طالما عملت اشعه بالصبغ وعملت منظار بطني ورحمي، فهو غالبا ما فيش مشاكل تشريحيه او عيوب خلقيه في الرحم، لكن الدكتور بتاعها عرفها يعني. وجود التكيسات هي اكيد اتعالجت في المنظار. في اسباب تانية بقى يعني انا كنت محتاجه اسالها، في تحليل عملتها الساط الاخير اللي هو كان في نص الرابع ده، كان البيبي نزل متوفي ولا هو نزل يعني كانه زي في طلق مبكر ونزل صاحي؟ الحاجات دي كلها بتفرق. في تحاليل تانية عملتها اللي هي اجسام مضاده وعامل سيوله. طيب ندى رجعت تاني مصمم. اهلا بك يا ندى، اتفضلي. ايوه حضرتك انا معاك. الجنين نزل بسبب الالتهابات المهبليه، وحصل انفجار مبكر في جيب المية ونزل، كان عايش يعني. يعني هو في الحمل الاخير اللي هو الجنين نزل فيه في نص الرابع، الجنين كان نازل فيه النبض بتاعه؟ نعم. الحمل الاخير اللي هو البيبي نزل فيه في نص الرابع، الجنين كان نازل فيه النبض ولا هو توفى في بطن حضرتك ونزلتيه؟ لا، الجنين كان عايش، كان عايش وموجود فيها النبض وعايش ونزل حي، نزل حي وتوفى بعدها بدقايق. طيب حضرتك عملتي اي تحاليل ليها علاقه بعوامل التجلط، اجسام مضاده؟ عملت كل التحاليل الخاصه بالثقب وكده، والدكتور قال لي كويسه وما فيهاش اي حاجه. وما كانش فيها مشكله. انا 73.5. ايه هو الوزن المثالي اللي المفروض ان انا اوصل له؟ نعم. علشان ايه اللي 73.5؟ وزني 73.5. وطول حضرتك قد ايه؟ وزنها وطول حضرتك؟ طول قد ايه؟ حوالي 165. كم؟ 165؟ اه 165. 165 بس بالنسبه 73.5 ده الوزن مش مشكله بالنسبه لحضرتك هنا في الحاله دي. يعني. نعم. ايه يا مدام ندى؟ عندي تخن في منطقه البطن وال طول، عندها تخن في منطقه البطن والارداف. لا طيب بشكر اتصال حضرتك. هو بالنسبه لنا يعني مدام ندى بشكرك جدا لاتصالك، والدكتور عصام هيرد عليك. الوزن والطول متناسب في سمنه بسيطه، انما مش هي المؤثره طبعا ومش عامل مؤثر في حاله حضرتك. التكيسات زي ما قلنا لو انت التحاليل بتاعتك عاملاها والمستوى الهرمونات بتاعك كويس،
فانت ممكن يعني في الغالب الحاله بتاعت حضرتك لو انت كنت متابعه من اول الحمل ومطمنه ان عنق الرحم ما فيش فيه اي مشكله علشان الصوت الاخير ده اللي هو حصل في نص الرابع، لازم نبقى مطمنين. لازم نبقى مطمنين ان عنق الرحم نفسه ما فيش فيه مشكله. وهي المدام كانت بتقول ان هي في عندها التهابات وعدوى مزمنه، ودي من الاسباب الكومن جدا المشهوره جدا اللي بتسبب اجهاض متكرر عند بعض الناس يعني. فطالما هي الموضوع كده فغالبا هي بتدخل في تحت الكاتيجوري او المسمى ان هو اجهاض متكرر غير معلوم السبب، بس لازم تكون مطمنه كويس ان هو ما فيش اي مشكله في عنق الرحم في الطول بتاعه، ان هو ما يسببش الاجهاض ان هو ينزل بعد كده في الشهر الرابع او اكتر من كده. كويس يعني. نرجع لتكيسات المبايض اللي موجوده عند كتير من السيدات وممكن يسيبوها عادي. ما هي التكيسات المبايض دي مشكلتها ان هي مش كل الستات بتلحظ الاعراض بتاعتها عليها، لان في ناس كتير جدا بيبقى عندها التكيسات دي ومش بيحصل حمل عادي او ما يتاخرش عندهم الحمل، فما بتدورش اصلا، ممكن تكتشفها بالصدفه وهي بتتابع او حتى ما تعرفهاش وهي بتتابع الحمل بتاعها. انما في حالات تانية بتبقى استجابه جسمها للخلل الهرموني اللي بيحصل في متلازمه التكيسات المبايض ان هو ممكن يا اما ياخر الحمل، يعمل اضطراب في الدوره الشهريه بتاعتها، او ان هو في الحاله زي ما احنا بنتكلم في الموضوع بتاعنا ان هو يسبب اجهاض متكرر. كويس. بس طيب الاحظ ازاي تكيسات المبايض؟ مبدئيا كده في اعراض ان احنا ممكن يبقى في عندنا عدم نظام في الدوره الشهريه، الكميه بتاعه الدوره سواء اختلاف فيها كميه بزياده او بالنقصان، ظهور للشعر اللي في اماكن غير مستحبه وغير غير معتاده بالنسبه للست يعني، زائد طبعا السونار بتاعنا بنلاقي فيه كبر في حجم المبيض وظهور لنسبه تكيسات موجوده في السونار النهبالي يعني. كويس. دي كده من ضمن الحاجات اللي ممكن الست تلاحظ ان هي عندها مشكله في ده الجزء اللي احنا بنتكلم فيه ان هو الخلل في الهرمونات زي ما قلنا اللي هو الغده الدرقيه او مشاكل في مشاكل معنا في الست لو عندها السكر يعني. كويس. في جزء تاني طبعا قبل ما نكمل الجزء التاني ناخد اتصال من ندى. اهلا بيكي اتفضلي. مدام ندى تاني. ايوه ازيك يا دكتور؟ اهلا بيكي اتفضلي. لو سمحت انا كنت حامل كملت الشهر الرابع وكنت حامل في توأم يعني، بس انا تابعت تنشيط مبايض وحملت في توأم واخر الشهر الرابع حدث يعني حصل ولاده مبكره. تمام. طيب ده كان اول حمل ليك يا فندم ولا كان في ولاده قبل كده؟ لا اول حمل. طيب حضرتك كنت متابعه اصلا من اول الحمل بتاعك قستي حاجه اسمها طول عنق الرحم؟ قست طول عنق الرحم، عملت عمليه الغرزه. عمليه ايه يا فندم؟ الغرزه عشان العنق كان قصير شويه. عمليه الربط؟ طيب يا فندم اوكي ماشي. شكرا جزيلا لاتصالك يا مدام ندى. دكتور عصام يرد حضرتك. طيب هي دي الحاله اللي احنا بنتكلم فيها اللي هو جزء ربط عنق الرحم. دي جزء من المشاكل اللي هي في مشاكل تشريحيه في الرحم ككل يشمل عنق الرحم. المشكله اللي في عنق الرحم لما يكون قصير هو بالتعريف بتاعنا ان هو يكون اصغر من 25 ملي في عمر جنيني اقل من 24 اسبوع، بمعنى ان هو الست مثلا قبل ما تبدا في السادس لما الدكتور بتاعها بيفحصها وبيطمن على عنق الرحم بتاعها يلاقيه اقل من 25 ملي. عشان كده احنا يعني في المعتاد ان احنا قبل الحمل ما يوصل يخلص معنا الشهر الثالث لازم نطمن على طول عنق الرحم، لان ده وقت مناسب لو الست محتاجه تعمل عمليه ربط فاحنا بنعمله فيها. بس بعض الحالات طبعا هي عملت الربط. انا بقول لحضرتك بعض الحالات بعد ما بنعمل الربط بيبقى الموضوع محتاج معانا ان احنا يعني نساعد بادويه تمنع الانقباض لعضله الرحم او حدوث الطلق المبكر، خاصه ده هي عندها ريسك فاكتور عامل زياده اللي عامل خطوره اكتر ان هي حامل في توأم، فدي دي من الحاجات اللي هي بتزود فرص حدوث طلق مبكر يعني. فهو ان شاء الله ربنا يكرمها في الحمل اللي جاي. طبعا لازم تطمن في الحمل بتاعها ان هو برضه طول عنق الرحم في الشهر الثالث يفضل على اخر الشهر الثالث، عشان لو محتاجه ربط تاني تعمل الربط بتاعها وتبقى بتتابع كويس بقى. طبعا ما بقاش فيه التهابات، ما فيش عدوى عشان ما ندخلناش طلق مبكر. بس طب لو كان الجنين واحد بس كان ممكن الحمل ده يكمل؟ بص دي طبعا احنا مش هندخل طبعا مش هندخل بس في نتكلم بندخل هل افتراض طبعا بيقلل فرص حدوث الطلق المبكر طبعا يعني. في ناس بتفرح بفكره التوأم ده ناس بتطلبها في ناس بتطلبها مخصوص يعني عايزه توأم عشان اخلص ده في ناس كده يعني. طبعا كويس. احنا كنا بنتكلم عن الجزء بقى الخاص بالجانب الهرموني بالنسبه لمشاكل الاجهاض المتكرر. تمام. في بقى الجزء التشريحي اللي حضرتك عشان نرجع للسؤال بتاع حضرتك اللي هو الورم الليفي. الجزء التشريحي ده بيشمل ان هو ممكن في بعض السيدات بتبقى مولوده بمشاكل تشريحيه في شكل وتكوين الرحم، زي الرحم ذو قرنين، الرحم اللي فيه حاجز رحمي، زي وجود اورام ليفيه. فالحاجات دي لازم طبعا من الحالات اللي هي
سواء بيبقى فيها تاخر حمل او حدوث اجهاض متكرر، لازم طبعا السونار المهبلي، ويفضل طبعا فحص سونار مهبلي ثلاثي الابعاد. كويس. ده بيفسر يعني، بيدينا بشكل مفصل شكل الرحم بالظبط، ايه في اي مشاكل في العيوب الخلقيه ولا لا، لو موجود ورم ليفي، الورم الليفي ده حجمه قد ايه ومكانه قد ايه بالظبط، ومؤثر معانا ولا مش مؤثر معانا، محتاج تدخل جراحي ولا لا، ولا مجرد ان احنا متابعه طول الحمل بس. امتى الورم الليفي يبقى عائق لعمليه الحمل وممكن يسبب اجهاض؟ حجمه قد ايه؟ هل فعلا ممكن ان هو تكمل عليه؟ في طبعا حالات كتير جدا عندها ورم ليفي وبتحمل والحمل بيكمل، بس هي الفكره ان هو مش الحجم اكتر منه الموقع بتاع الورم الليفي. موقع الورم الليفي لو داخل او ضاغط على توجيف الرحم، ده بيسبب الاجهاض المتكرر، لان هو بيأثر على ان الحمل يثبت، ان الحمل يعني زي ما بيقولوا كده يتزرع في بطنه الرحم كويس ويكمل، لان هو بيبقى عامل انبعاج او عامل الريجولاريتي في التكوين بتاع التوجيف بتاع الرحم، فبيزود فرص طبعا ان هو يحدث اجهاض متكرر. كويس. الحاجز الرحمي، الحاجز الرحمي ده زي ما قلنا ان احنا ده بنشخصه بالسونار ثلاثي الابعاد، ده طبعا محتاج تدخل جراحي عن طريق المنظار الرحمي، بندخل وبنشيل الحاجز الرحمي ده وبنرجع شكل تجويف الرحم للشكل الطبيعي بتاعه يعني. كويس. طيب احنا كده اتكلمنا عن الهرمونات والامراض اللي ممكن ان هي تسبب زي السكر وحاجات مشاكل في التجلط في الدم، وعلى الاورام اللي فيه، ايه الاسباب الثانيه اللي ممكن نحطها في اعتبارنا ان هي ممكن تكون بتسبب الاجهاض المتكرر؟ في طبعا الحاجه المشهوره جدا بالنسبه للناس، يقول لك انت عندك مشاكل في السيوله ولازم ناخد حقن تحت الجلد. مش كل عشان كده بقول ان احنا في اسباب كتيره، فمش كل ست عندها اجهاض متكرر محتاجه تاخد الحقن السيوله او الحقن اللي تحت الجلد. نلجأ لها لما نكون في التحاليل بتاعتنا في مشاكل، في تحاليل بنطلبها معينه عشان نطمن في عوامل تجلط ولا لا، في متلازمات معينه مأثره على نسبه السيوله بتاعت الدم بتاعت السيده، فمحتاجه الحقن دي وجرعاتها قد ايه بالظبط يعني. فده من جزء من الامراض اللي هي بتسبب كده، اللي هو زي ما قلنا في مشاكل في التجلط عند السيده، في المتلازمات اللي بتعمل اجسام مضاده، فالكلام ده من جزء من الروتين انفستيجيشن، من التحاليل اللي بنطلبها للحاله اللي هو حصل فيها اجهاض متكرر، عشان نحدد ان احنا هنبدا معاها يعني الروت بتاع العلاج ده ولا مش محتاجينه اصلا يعني. كويس. يعني عايز تقولي ان كل حاله بيبقى ليها طريق معين طبعاً. في العلاج مختلف عن الطريق التاني، مش معنى ان بيقولوا كده في تفصيل في تفصيل لخطه العلاج حسب السيده والوضع الطبي بتاعها والمشكله ايه بالظبط. كويس. يبقى احنا كده عندنا ثلاث اجزاء، يعني عشان بس الخص الجزئيه دي للساده المشاهدين. الجانب الهرموني لازم نطمن على الجزء الخاص بالهرمونات وتحليل الغده الدرقيه وعوامل التجلط في الدم والسكر وما الى ذلك. تمام. طيب عندنا جزء ثاني، الاورام الليفيه او الحاجز الرحمي او مشاكل المشاكل التشريحيه عامه في الرحم. كويس كده. الجزء الثالث وهو الخاص عوامل السيوله والتجلط في الدم. بالظبط. دي كده الاجزاء الاساسيه اللي من خلالها نقدر نعرف في إيه جزء المشاكل. كمان بقى اللي هو بس في جزء كمان هو نسبته مش كبيره بس هو طبعا موجود ويذكر يعني، اللي هو لازم نعمل تحليل كروموزومات للابوين، في بعض الاب يعني ان هو بيبقى في مشاكل جينات عندهم بتستدعي بعد كده ان هو لا يعني القرايب مثلا ولا عموما؟ هو عموما بس يعني بنشك فيها وبنطلبها اكتر طبعا لما يكون في نسبه قرابه من الدرجه الثانيه او الثالثه. منتشر قوي في الصعيد ومحافظات كتيره جدا فكره دي المشكله اولاد يعني العم واولاد الخاله وكده يعني. زيدنا في الايه زي ما بيقولوا بالظبط. فاحنا دي بنلجا لها، لان هو لو المشاكل دي ظهرت احنا ممكن نلجا بقى ان احنا نحول الزوجين دولت لحاجه اسمها يعني استشاره جينيه مع اخصائي جينيتك كونسلنج يعني. وده بننصحهم في الغالب في الحالات زي كده ان هي تعمل حقن مجهري وفحص جيني للاجنه قبل ارجاعها. طبعا. في حالات بتبقى محتاجه كده. في مشكله مشاكل جينيه او امراض وراثيه متوارثه بتسبب ان الجنين ده ما بيكملش. طب الحقن المجهري هنا بيحل مشكله المشاكل دي؟ مشكله بس ده. لان انت ومش حقن مجهري بطريقه عاديه كمان، انت بتعمل الحقن المجهري وبتعمل فحص للاجنه قبل ما ترجعها. ده تكنيك لسه ظاهر جديد، ده بنستخدمه طبعا مع الحالات اللي هي بتبقى يعني عايزه تعمل حاجه اسمها تحديد نوع الجنين يعني. اللي هي جايه تعمل حقن مجهري عشان عايزه ولد او بنت، فده جزء ده مشابه نفس التكنيك بتاعه يعني. طب لون الجنين هل ممكن الناس اصل انا شفت بعض الناس بتسال على فكره اللون، عايز ابيض او اسود او اخضر او احمر تقريبا، هل في حاجه بتلونه؟ بص يا فندم، هو الموضوع ده ما هو موجود بره بس طبعا هو مش موجود في مصر، وان انت تختار مثلا هنا موجود لون الجلد لون العين، لان دي حاجه مكلفه جدا جدا علشان تعمل كروموزوم الاستادي للاجنه على مستوى الخلايا وتحدد سواء بقى صبغه الجلد نفسها لون العين، دي حاجه مش موجوده ورفاهيه زياده يعني. واحد هو حد يعني ربنا لسه ما رزقهمش بخلفه
فانت اكيد يعني انت يوم ما ربنا يكرمك باي طفل كويس صحي معافى انت كده تبقى فرحان بيه، مش هتبقى بتدور لون عينه ايه ولا لون جلده ايه. كويس كده احنا اتكلمنا عن الاجهاض المتكرر، ايه اللي تحب تنصحه للناس او الناس اللي مرت بالتجربه دي؟ طيب هي بس كلمه يعني ملخصه في الموضوع ده، ان هو يعني ربنا سبحانه وتعالى وقت ما بيريد ان هو يحصل حمل وبيكمل بغض النظر عن يعني انت خطه العلاج اللي انت عاملاها ايه والمتابعه بتاعتك ليه، طبعا تاخدي احتياطاتك وكل حاجه، بس هو كل حاجه وليها معادها. انا عارف ان بيبقى في ضغط نفسي على الزوجين في النقطه دي خاصه من الاهل، وخاصه بيبقى على السيده نفسها ان يعني الحمل مش كامل، ممكن تبقى شاكه اكتر ان المشكله من عندها. في حالات كتير جدا ان هو بتحصل لا قدر الله يحصل اجهاض مره واثنين ويبقى الحمل التالت بيكمل لوحده بشكل تلقائي من غير اي تدخل علاجي اصلا يعني. احنا كل دورك ان هو لو لا قدر الله ربنا ما اردش حمل مره واثنين ان هو يكمل، ان انت لازم تلجئي للمتخصص علشان تعملي الفحوصات الطبيه اللازمه، تطمني بالسونار المهبلي زي ما قلنا، نطمن مفيش اي مشاكل التهابات مزمنه، اطمننا على الحاجات دي خلاص نسيب نفسنا ووقت ما ربنا يريد يبقى في حمل. في مشكله خلاص نعالجها ومن يعني ما نتركش الموضوع يوصل لمده طويله يعني. كويس، بعد ما السيده حملت وعالجنا مشكله الاجهاض المتكرر، هي تعبت قوي في الحمل الاولاني او في التعب بتاع عمليه الاجهاض. تمام. في نوع من الولادات اسمه الولاده بدون الم. طبعا. ايه هي الولاده بدون الم؟ ده حديث الساعه. يعني انا شايف الولاده بدون الم بدون الم بدون الم، ويبقى زي الترند كده على السوشيال ميديا. تمام، هو زي ما حضرتك بتقول كده، هو فعلا الترند على السوشيال ميديا حاليا. طيب هي طبعا يعني الاكثر مضاعفات بتحصل لاي حد بيلجا لاي اجراء طبي او عمليه هو الوجع، الالم اللي بيحصل ساعه العمليه نفسها او بعد العمليه. والولاده في حد ذاتها ده حدث سعيد، يعني الست هي مش عايزه تتعب، هي مش عيانه، هي بتولد. ففي طبعا تكنيكس ظهرت كتير جدا لحاجه اسمها الولاده بدون الم. أيوة. سواء بقى الولاده الطبيعيه او الولاده القيصريه. نتكلم مبدئيا كده على الولاده الطبيعيه، ودي حاجه موجوده من زمان، حاجه تكنيك كده اسمه ايبيديورال. ايبيديورال ده يعني شبيه كده بالبنج النصفي، حقنه بسيطه كده كانيولا بتركب في الظهر كده مع جهاز ست بيوصل. والدكتور التقدير بيصبغ جرعات معينه، بتبقى الست بيبقى طلق الولاده والولاده نفسها، وبعد الولاده هي شبه تقريبا مش حاسه بالالم خالص. دي من خالص خالص تقريبا يعني. فدي من الحاجات طبعا كويسه يعني جدا، يعني مش هنسمع فكره انا تعبت فيك وما واتبهدلت ولا لا. هي طبعا تعبت يا باشا، خلاص لا مفيش لا الموضوع ده، لا لا هي تعبت، انتهى خلاص، تعبت 9 شهور وتعبت حمل وتعبت هتتعب الرضاعه طبعا، هي تعبت. انما طبعا احساس الوجع نفسه بيقلل الالم بتاع التجربه. الولاده القيصريه بقى في طبعا احنا ده ممكن يتعمل لاي حد. دكتور عصام عذرا، يعني هل اي سيده ممكن ان هي تعمل ولاده بدون الم حتى لو بتشتكي من اي حاجه؟ لا بتشتكي، لا يعني الموانع التقديريه اللي يعني في الاول وفي الاخر هي دي جرعات تقدير ادويه يعني. فالموانع الطبيه في النقطه دي اللي بيحددها دكتور التقدير، انما بالنسبه لنا اي سيده ليها فرصه ولاده طبيعيه سهله كويسه امنه خلاص، هي متاح تعمل الايبديور ولا متاح تخوض التجربه بتاعت الولاده بدون الم. فهي متاحه للجميع يعني. كويس، دي كده بالنسبه للولاده الطبيعيه. القيصريه بقى. بالنسبه للولاده القيصريه احنا كان المعتاد بتاعنا ان احنا خلاص بندي المسكنات بتاعتنا عادي وبنتابع الحاله وبنصحب شويه ارشادات، مثلا تمشيه، ممكن بعد شويه مثلا حزام البطن، تمارين معينه. ظهر تكنيكس كده جديده، حاجه اسمها تاب بلوك. تمام. وفي تكنيك اسمه بي سي اي، وفي حاجات تانية اللي انت بتركب ممكن تركب باتش او حاجه تانية يعني. بس دول اشهر اتنين بيتعملوا دلوقتي. التاب بلوك ده اسلوب دكتور التخدير برضو اللي بيعمله. ان احنا بعد الولاده ما بتخلص خالص، دكتور التخدير بيستخدم كده ميكس ادويه تخدير على مسكنات، بيهنا بشكل موضعي في جدار البطن الامامي، بيخدر بيها تماما الاعصاب المغذيه لجدار البطن خالص. فالست بتقعد من 12 ل 24 ساعه بعد الولاده هي شبه مش حاسه بالالم، يعني حاسس الالم بتاعها بيقل بنسبه 90% او اكتر. فدي حاجه هايله طبعا يعني، واللي يحس بالفرق ده اللي واحده ولدت قيصريه قبل كده وجربت التبديل. قبل ما نكمل يعني معانا ندى ثالث مره، بس ندى ثالثه اهلا بيك يا ندى، اتفضلي. الو الو، اتفضلي يا ندى. انا هدى. هدى الو. ايوه يا فندم، اتفضلي. انا استاذه هدى من الجيزه. اهلا بيك يا استاذه هدى، اتفضلي. ممكن الدكتور عصام؟ ايوه يا فندم، اتفضلي مع حضرتك. اهلا وسهلا. هو الصوت يا فندم كده، الصوت يا استاذه ندى. هدى برضه الصوت يا مدام هدى. كلهم بيريدوا يحرقوا مجال. طب استاذنك السؤال من تاني يا مدام هدى. يا
السؤال تاني، السؤال تاني عشان الصوت ما كانش واضح بس. الو مدام هدى، سامعاني كده كويس؟ ايوه حضرتك. الصوت ما كانش واضح، استاذنك بس تعيد السؤال تاني. بقول لك حضرتك انا متجوزه بقالي 4 سنين. تمام. وكل ما احمد 40 يوم الحمل ينزل، وكل التكاثر اللي بيحصل يقول لنا حاجه مجهزه. تمام. حضرتك عملتي تحاليل معينه اظهرت فيه مشاكل معينه تستدعي الحقن المجهري؟ يعني في مشاكل في الجينات، تحليل في الكروموزومات بتاعتك انت او الزوج؟ بيقول لي هو بس السائل المنوي ضعيف شويه. تمام. عند كوفيد. تمام. ماشي يا فندم. تاني؟ يعني نسبه التشوهات عاليه عند الزوج. تمام. ماشي يا مدام هدى، بشكرك شكرا جزيلا لاتصالك. في اي استفسار منك؟ لا لا خلاص. شكرا جدا لسؤالك. الدكتور عصام هيرد عليك. اتفضل. تمام. شكرا يا فندم. طيب دي من الاسباب، بس هي حاجه مش كومن خالص، يعني حاجه فيري رير. بعد ما انت زي ما قلنا كده، ده تندرج ممكن الى حد ما تحت بند اللي هي الاجهاض المتكرر غير معلوم السبب. لان هو مش حاجه ماسكه في ايدك انت، خلاص بتتوقع بقى ان هو يعني انت عملت كل حاجه مع الحاله، واجهاض مره واثنين وثلاثه واربعه ومفيش حاجه. هي بتقول ان المشكله في مشاكل في التشوهات في عند الحالات، في الحالات المنويه، بس هو حصل حمل اوريدي. انما في بعض الحالات اللي هو لما يكون في تشوهات عاليه عند الزوج، ده بيبقى مؤشر شويه ان انت تلجا لتحليل اعدل شويه واحدث، اسمه ان انت عوامل التقصر في راس الحيوان المنوي. ده لو موجود هو ما يمنعش حدوث الحمل، انما يخلي الحمل يحصل بجنين فيه مشكله تشوهات اللي هو قلنا عليه في الاول، ان هو من رحمه ربنا ان هو ما بيكملش. فساعتها بتلجا ان انت تعمل زي ما قلنا كده الفحص الجيني اللي اجلنا قبل الرجوع. كويس. ده في حاله ان هي لجأت للحقن المجهري. بالظبط. طب لو ما لجأتش للحقن المجهري وكملت، لازم تعمل التحليل ده في الاول. بالظبط، تطمن. تطمن. يعني احنا خلاص لو احنا يعني مستبعدين باقي الاسباب اللي احنا اتكلمنا عليها بالتحاليل والفحوصات الطبيه بتاعتنا كلها، خلاص، ويبقى ولقينا في نسبه تشوهات مرتفعه جدا في تحليل السائل المنوي العادي بتاع الراجل، فممكن بقى ساعتها نقترح على الزوج ان احنا نعمل التحليل ده. هو مكلف شويه، بس يعني هو لو ايجابي خلاص بيبقى انت الحل الوحيد بتاعك ان انت نعمل الحقن المجهري، او نعمل فحص جيني قبل الرجعه. لو سلبي خلاص ممكن ان هو يحصل حمل وممكن بالزبط. يكمل يعني. طيب. كويس. طيب نكمل بقى الولاده بدون الم. في الطريقه الثانيه، في بعد التاب بلوك. احنا قلنا ميزه التاب بلوك دي ان هي بتقعد من 12 ل 24 ساعه، وهي شغل يعني التاثير بتاعها موضعي، فما فيش اي تاثير خالص على الام وعلى الجنين. الام بتنام اول مره، بيأتون من على السرير، تقوم تتمشى في الاوضه بتاعتها في المستشفى، ترضع البيبي اول مره، تروح بيتها وهي تقريبا مش حاسه بالالم يعني. انما في طريقه تانية هي اكثر فعاليه طبعا وبدون مده اطول، اسمها البي سي اي. البي سي اي ده جهاز ست كده بيركب زي جهاز المحليل، والست بتروح بيه بعد الولاده وبتروح بيه البيت بتاعها يعني. بيقعد من يومين لثلاث ايام، الدكتور التخدير هو اللي بيحضره، بيبقى حاطط فيه جرعات معينه كده من الادويه، مسكنات ومخدرات مخدره يعني. الادويه دي بتوصل للام بجرعات قليله على فترات. وفي امكانيه ان هو الام وقت ما تحس ان هو الجرعه ابتدت تاثيرها يروح منها، ان هي في زرار تضغطه كده توصلها جرعه زياده يعني. بس هو ده طبعا يعني دي الطريقه الثانيه. طب انا هرجع للطريقه الاولى. يعني بعد 12 24 يعني من 12 ل 24 ساعه ما بتحسش بحاجه. تمام. بعد كده بتحس؟ بتبدا تحس، بس خلاص يعني اول وجع واكتر وجع هي خلاص عدى عليها يعني. اكتر الالم بيقل بقى خالص. يعني بتبدا ترجع لاحساس الالم بتاعها، بس بشكل تدريجي مع المسكنات العاديه بتبقى استجابتها احسن. في الوضع اللي قبل كده لا، هي يعني كانت برضه بناخد المسكنات، وبتلاقي التليفون بالليل، يا دكتور انا بتوجع، انا اديني حاجه، اكتب لي حاجه. لا، انما في التاب بلوك او البي سي اي طبعا لا، الموضوع ده مختلف. البي سي اي ده بتقعد فتره كبيره لا جدا. البي سي اي ده احنا الحاله ممكن بعد ساعه ونص ساعتين بتتمشى مش حاسه باي حاجه خالص يعني، وتعدي يومين ثلاثه ما تكلمك. ده على حسب الجرعات. على حسب الجرعات بتاعتك. بالظبط. كويس. طيب كده احنا اتكلمنا عن الولاده بدون الم. ايه النصايح اللي انت حابب توجهها للساده المشاهدين في نهايه الحلقه، خاصه في ظل الازمه الحاليه اللي موجوده دلوقتي؟ طيب هو يعني الشاي بالشاي يذكر زي ما بيقولوا. هو كان في زي تصريح من يومين كده ان هو يعني تحذيرات من وزاره الصحه، من الطب الوقائي وطب الاسره، ان هو يعني السيدات اللي بيسعوا للحمل يفضل انهم يتجنبوا حدوث الحمل. طب ليه يا ريت؟ انا كده الدكاتره لسه ما اشتغلش. لا يعني يا ريت شويه، عشان في بعض الاحيان بسمع انه في حالات عندها كورونا مثلا ولازم تولد، فالموضوع بيكون طبعا يعني هو مشكله ومساحه حاليا يعني. طب احنا في النقطه دي نتكلم بس في شقين، يعني ان هي لو السيده اوريدي حامل فايه الاحتياطات اللي تعملها، ولو هي مش حامل ممكن نعمل ايه؟ طيب هي السيده لو اوريدي حامل، هي بس طبعا يعني مش معنى ان احنا خلاص الحظر راح ان هو يعني ما ناخدش حذرنا يعني. لا،
انت طبعا خروجك يبقى له ضروره، نخرج لابسين الماسك والكمامه بتاعتنا، التعامل بتاعك يبقى في الحدود الاسره المتاحه بس مش اكتر من كده، زائد ان احنا تبقى المتابعه بتاعه الحمل بتاعنا طالما ما فيش اي طوارئ نبعد الفترات، يعني نبعد فتره الخروج والاختلاط والانتظار في العيادات او المستشفيات يعني. فطالما الامور مستقره يبقى الخروج للضروره بس. طبعا بقى نزود الحاجات اللي فيها خضار فاكهه، فيها فيتامينز العاديه، فيتامين سي كويس جدا من الحاجات اللي هي بتزود المناعه بتاعتنا. في اي وقت في بقى اعراض، طبعا كل الناس خلاص عرفت الاعراض بتاعه كورونا اللي هي تدور وراها تستشير الطبيب بتاعها يعني. القصه الثانيه ان هو لو واحده لسه بتفكر في حدوث حمل، هو يعني طبعا في النقطه دي انا بتفق تمام مع توجيهات وزاره الصحه في الكلام ده، ان هو يعني ما فيش داعي ندخل ريسك ان هو في خلال الشهر او الشهرين اللي جايين يعني، وربنا يعافينا والازمه تخلص على خير. طب قبل ما نكمل النقطه ديت ناخد صوت تليفون. استاذ علي اهلا بيك. اهلا بيك الله يبارك فيك. انا كنت عايز اسال الدكتور بس سؤال. اتفضل معاك الدكتور معانا اتفضل. بالنسبه انا كنت متجوز وكانت المثال معايا يعني، قعدنا بتاع 3 أو 4 سنين وحس الحمل من اول سنه يعني. 3 أو 4 سنين حصل الحمل من اول سنه. جاء الواد على شهر الثامن وتوفى، وتوفى في بطنه وقعد اسبوع والدكتور ما رضيش يولد وولدت في البيت. وبعد الولاده عملنا شعب الصفحه وكان فيها اكياس وكان سداس في الانابيب واكياس شوكولاته وكلام زي كده، وعملنا الحاجات دي كلها على اساس يحصل حمل ثاني وصار وما حصلش. وكانش عندي لا سكر ولا ضغط ولا اي حاجه. كنا وعملنا تحاليل كثيره على اساس يعني نعرف ايه سبب وفاه الواد ما عرفناش. ولما اتولد قعد في بطنه اسبوع ونزل لوحده وحس يعني باين ما كانش فيه فتح الشرج او حاجه كده. طيب هو الجنين اللي توفى لحضرتك ده كان في الشهر الثامن حضرتك بتقول؟ في الثامن، وكان على بدايه اول التاسع كده، على اخر الثامن كده، وكان النبض والحركه وكانت الدنيا كلها ماشيه كويسه وما عرفناش ايه السبب. طيب يعني جالها الم بسيط كده وعلى اساس. طب هو الجنين ده تم فحصه بعد السقطه والاجهاض اللي حصل ده ونزول الجنين يعني؟ تم فحصه في اي مشاكل او عيوب خلقيه ظاهره فيه؟ قال لا ده شيء طبيعي والحمد لله، قال ما فيش حمى نفاس ولا تسمم، ده شيء طبيعي وما رضيش يبص حتى ينظف يعني. طيب وحضرتك يعني حتى نظف بعديها ساعه واثنين بعد ما اتولد في البيت، ونزل لوحده ادالها برشاشتين يعني عشان ينزل لوحده. بعد كده مسافه ما رحنا له كان قفل الرحم ما نظفش جوه وساب الوضع على كده، حتى ما رضيش يبص على الواد ولا اي حاجه. تمام ماشي يا فندم بشكرك. قال ده شيء طبيعي. وصلت يا استاذ علي استفسارك، الدكتور عصام هيرد عليك. بشكرك شكرا جزيلا لاتصالك يا استاذ علي. تمام. طب هو دلوقتي ده مش اجهاض متكرر ولا حاجه، ده يعني حمل حصل مره وكمل خلاص للثامن يعني. تكمل للثامن. ده بيبقى في غالبا في مشاكل في تكوين الجنين نفسه لو هو كان اتفحص تكاملا يعني ومفيش اي عيوب خلقيه فيه، او مشاكل في الدم الواصل للجنين والمشيمه والتغذيه بتاعته. فلو الموضوع كده كان المفروض بقى بعد ده لو هو المتابعه كانت لصيقه للحمل والحركه بتاعت الجنين والميه اللي حواليه كانت كويسه يعني. كان حاجات زي كده كان ممكن يتم تجنبها يعني. هو دلوقتي مشكلته الاكبر مش في الحمل اللي حصل بقى، هو مشكلته دلوقتي في ان هو ما حصلش حمل وفي لقى بقى اكياس شوكولاته ما يسمى يعني بكياس طيب شوكولاته. فهي الوضع ده يعني انا تقييمه لازم طبعا يبقى شايف التحاليل بتاعتها والتقرير المنظار والحاجات دي كلها، بس هو الجو الاكبر دلوقتي اللي هو يعني يبقى متخصص رايح لحد علاج تاخر انجاب. هو مش عندوش مشكله دلوقتي في قصه الاجهاض المتكرر، هو بيتكلم دلوقتي في تاخر حمل. يطمن بقى ان هو وجود الجنين ده وان هو زي ما بيتكلم ان هو مثلا ساب اسبوع او اكتر ما عملش التهابات جوه في جدار الرحم، ما عملش التصاقات شديده جوه في الانابيب، لازم يطمن الحاجات دي كلها يعني. كويس دكتور عصام، يعني وقت الحلقه انتهى وكنت اتمنى ناخد باقي الاتصالات ولكن فيش وقت. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور جداً. عصام شعير اخصائي امراض النساء والعقم المزير، بشكرك شكرا. متشكر جدا على الاستضافه. متشكر جدا شكرا لكم في كل مكان. انا بشكركم لحسن المتابعه. وقبل ما اختم الفقره بتاعتنا عايز اوجه رساله دايما كنت بوجهها ايام ما كان في حظر، اول ما الحظر اتفك تحس كانه يعني الناس ما صدقت تخرج وكلها في وقت واحد وتقريبا في مكان واحد. ما اعرفش انا امبارح نزلت تقريبا لحد الساعه 9 بالليل او 10 بالليل، ناس مزدحمه في الشوارع بشكل غير عادي وغير طبيعي. يا جماعه هي الكورونا ما راحتش يعني، هي لا زالت موجوده ولا زال الاصابه موجوده ولا زال الاعداد بترتفع ولا زال الوفيات موجوده. كون ان انت او كون ان الدوله فكت الحظر، فهي فكت الحظر مش عشان انت تنزل
عمال على بطال وبسبب وبدون سبب و لهدف وبدون هدف، لا تم فك الحظر عشان الناس تبدا تنزل تشوف اشغالها، ولكن مع الاخذ في الاحتياطات اللازمه، الاخذ في التدابير الوقائيه اللازمه، النزول ايضا للضروره، ولكن هي عمليه لها ابعاد خاصه بالدوله، عملتها مش عشان تاذيك، عملتها عشان انت كمان تقدر ان انت تشوف شغلك وتشوف حياتك وتشوف امورك، ولكن لازم تاخذ التدابير والاجراءات الوقائيه. ودايما بؤكد انه يا جماعه والله الكمامه مكانها مش هنا ولا هنا، الكمامه بنلبسها هنا عشان نقلل او نتجنب الرذاذ اللي ممكن يجي لينا من خلال تعاملاتنا مع الاشخاص. اتمنى لكم جميعا كل الصحه والسعاده والسلامه، ولكن خذوا بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية عشان توصلوا في النهاية، أو نوصل كلنا في النهاية، لأنه أنا شايف أن الموضوع ده خلانا كلنا في مركب واحدة، يعني إصابة شخص واحد في مكان ممكن أنه يؤدي إلى إصابة كل الناس اللي موجودين في المكان في حالة عدم أخذهم للتدابير الاحتياطية. إن شاء الله بإذن الله أشوفكم في حلقات قادمة أخرى من برنامج عيادة الصحة، ولحد ما أشوفكم مرة تانية لكم مني كل التحية والتقدير. أنا خالد صقر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.